مع أحلامهم غرقوا، ربما لأنهم لم يدركوا لوهلة أنهم فوق عبارة متهالكة، تهالك وطن بات الفساد فيه حاكما، يهب جنته الفاسدة لمن يشاء، بينما يقبع المحكومون بسطوته في جحيم ظلمه وفساده واستبداده. رئيس الحكومة عادل عبد المهدي غادر العراق إلى القاهرة، مخلفا وراءه أحزان شعب لم يشبع الموت بعد من أبنائه، فراح يتخطفهم تارة بالرصاص والقنابل والصواريخ، وتارة أخرى بالغرق في مياه دجلة التي باتت تجري جريان دموع الثكالى والأرامل في العراق المنكوب بحكامه. مجزرة بحق المدنيين والأبرياء والأطفال والنساء والشباب، بنات بعمر الورد، شنو ذنبهم؟ أطفال، شنو ذنبهم؟ منو مسؤول عنا لهذه الفاجعة؟ خلي حاسمون، خلي يشتغلون، وينهم؟ يكفي يكفي يعني يكفي، تحملنا ما تحملنا، وهاي آخر شيء يعني ما ظل بيها مجال. خلية للأزمة شكلتها حكومة عبد المهدي لإدارة شؤون نينوى، بينما تتواصل التحقيقات مع المحافظ نوفل العاقوب الموقوف من العمل لتحديد المسؤول عن كارثة غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل، إلا أن تلك الإجراءات بدت في رأي أهالي الضحايا غير كافية، على الرغم من المساعي الحالية لإقالة العاقوب من منصبه ومحاكمته بصفته رأس هرم السلطة التنفيذية في نينوى، تلك السلطة التي عجزت عن تقديم الإمكانيات اللازمة لإنقاذ الضحايا أو حتى انتشال جثثهم. لعله فرق الدفاع المدني يجون حتى نقلب هاي العبارة، لأن احنا وعدنا الزوارق المدنية ما نقدر نقلبها، لأن هي كبيرة بالحجم وثقيلة، فلازم يساعدونا حتى نقلبها حتى نشوف إذا أكو جثث تحتها. وشحشتكم المنظر كان كلش رهيب، حاولوا يدخلون تحت العبارة، طبعا احنا دخلنا المدنيين. وبعيدا عن تفاصيل الكارثة وتداعياتها الإجرائية، فإنها كشفت عن كارثة أخرى لا تقل عنها مأساوية، وكيف لا، وهي تمثل سببا مباشرا في وقوع الفاجعة ومصرع أكثر من 100 عراقي. إنها كارثة الفساد والإهمال المتعمد، سواء من جانب الأفراد أو من جانب المؤسسات الحكومية، فلا جهة رقابية فرضت مواصفات لعبارات دجلة تضمن أمن المواطنين، أو فرضت عددا من الأشخاص كحد أقصى لحمولة العبارة، ولا شرطة نهرية كانت على قدر المسؤولية في إنقاذ أرواح العراقيين بعدما أقرت وزارة الداخلية بنقص الكوادر والمعدات اللازمة للإنقاذ، بل إن غواصا مستقلا وأصحاب زوارق خاصة أنقذوا بمعداتهم البسيطة أرواحا عجزت قوات الشرطة النهرية عن إنقاذها، الأمر الذي يطرح تساؤلا مشروعا عن توزيع أقسام الموازنة وأين تذهب تلك الأموال في بلد يعد واحدا من أكثر دول العالم إنتاجا للنفط، وتكتظ خزائن سياسيه بالأموال، بينما يموت مواطنوه حتى من جراء نقص الإمكانيات والتجهيزات.